كل شيئان ينقشعان أول وهلة ظل الشباب وكلمة الأشرار لا حبذ الشيب الوفي وحبذا وصن الشباب الخائن الغدار وطري من الدنيا الشباب وروقه فإذا مضت فقد انقضت أوطاري قصرت مسافته وما حسناته أندي ولا آلاؤه بقصاري. من الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الفضل العظيم والإحسان العميم الذي يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه أستغفره وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وله الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله هادياً وبشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية أصحاب السعادة والفضيلة أيها الإخوة والأبناء أحييكم جميعاً بتحية الإسلام الطيبة المباركة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنها لفرصة سعيدة أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في هذه القمة الشامخة بهذا الوطن العزيز في هذا اليوم المبارك مع اجتماع لفيف من شباب عمان الذين جاءوا من شتى محافظاتها وجهاتها لأجل أن يجتمع الشمل وتأتلف القلوب ويتعاون الجميع على البر والتقوى ويتعود الجميع الخير ولا ريب أن العناية بالشباب هي من أولى العنايات جميعاً لأن كل أمة من الأمم إنما ينظر إلى مستقبلها من خلال شبابها فتقاس بهم تقدماً وتأخراً ورقياً وانحطاطاً فبقدر ما يكون الشباب عليه من الخير والاستقامة والقوة وحب معالي الأمور والرقي يكون مستقبل الأمة مستقبلاً واعداً وإن كان الأمر والعياذ بالله بخلاف ذلك فإنه ولا ريب أن المستقبل أيضاً يكون بخلاف هذا فلذلك كانت العناية بالشباب من أولويات الأمور التي تقوم بها الحكومات وسائر المؤسسات الشعبية وغيرها من أجل المحافظة على الشباب والنهوض بهم ونحن نرى في كتاب الله تعالى ما يدلنا على أن السلف الصالح وفي مقدمتهم المرسلون الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى من أجل هداية الأمم وقد صنعوا على عين الله كان أولئك عندما طلعوا بهذه المهمات في مرحلة الشباب فأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى يذكر أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام وكيف تصدى لما كان عليه قومه من الضلال
وحطم أصنامهم في غيبتهم، وعندما عادوا وتساءلوا قائلين من فعل هذا بآلهتنا، قال قائل منهم إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ومعنى ذلك أنه قام بهذا الأمر وهو في مرحلة الفتوة. وكذلك يذكر الله تعالى أصحاب الكهف فيقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهكذا كان الشباب الصالح في الأجيال السابقة، بل نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر يحيى عليه السلام ويصفه أنه عندما آتاه الله تعالى الكتاب كان في مرحلة الصبا. هذا كله يدلنا على ما لهذه المرحلة من المكانة المتميزة، لأن الشباب إنما هو ربيع العمر وزهرته ونضرته، فهو المرحلة التي تتميز بالقوة والفتوة، تتميز بأنها مرحلة عطاء، فالشباب هو مرحلة العطاء. ولذلك كان على الناس أن يتخذوا هذه المرحلة ميداناً للتسابق إلى الأعمال الصالحة والقيام بالواجبات الدينية والاجتماعية والاطلاع بالمهمات الشخصية والنوعية من أجل الرقي بالأمم ومن أجل دفع عجلة التقدم إلى الأمام باستمرار. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله تعالى بالخير العميم لهذه الأمة من أجل إخراجها من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الانحطاط إلى الرقي، ومن التشتت إلى الاجتماع، كان معظم الذين استجابوا لدعوته هم من جيل الشباب، فإن أولئك الذين آمنوا بهذه الدعوة ووقفوا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السواد الأعظم منهم من الشباب، تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشبعوا بالإيمان، واستناروا بنور القرآن، واستبصروا بهدايته، فتغلغل القرآن الكريم في أرواحهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، حتى كان كل واحد منهم صورة لهذا القرآن، صورة هادية للإنسانية. عندما ساحوا في فسيح الأرض وقاموا بنشر الدعوة، وكانت سواعدهم القوية هي التي تحمل السيوف للدفاع عن هذه الدعوة، وألسنتهم الطرية هي التي تنشر هذه الدعوة في أصقاع الأرض، انبهر الناس بأخلاقهم وسيرتهم وسلوكهم، حتى تحدث أعداؤهم بذلك لما وقر في صدورهم من تعظيمهم. عندما كان جيش الروم يتقهقر أمام الزحف الإسلامي، واجتمع عاهل الروم بقادة جيشه من أجل دراسة أسباب هذه الهزيمة المتلاحقة، مع أنه قبل فترة قصيرة استطاع أن يتغلب على أقوى جيش في العالم وهو الجيش الساساني الفارسي، فكيف يتقهقر أمام عدد قليل من الناس كانوا مستضعفين في الأرض؟ فتساءل عاهل الروم هرقل كيف حال هؤلاء الناس الذين خرجوا عليكم ونازلتموهم في ميادين المعركة؟ فقال له أحدهم، أي أحد قادة الجيش، هم رهبان بالليل وفرسان بالنهار، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن، ولا يدخلون إلا بسلام،
يقضون على من حاربوا حتى يأتوا عليه. وقال آخر: أما الليل فرهبان، وأما النهار ففرسان، يريشون النبل ويروونها ويثقفون القنا، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر. نعم، هذا هو الشباب الذي تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه، وحمل رسالته إلى هذا العالم، فخرج وهو يحمل مشاعل الهداية من أجل تمزيق ديجور الضلالة الذي كان مخيماً على عقول الناس وكان متسلطاً في هذه الأرض. هؤلاء ما كانوا يترددون إلى حانات الخمور، ولا كانوا يهتمون بالملاهي، وإنما كانوا يهتمون بذكر الله، وكانوا يحملون هداية القرآن، إذ انعكس عليهم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلقه القرآن، فكان كل واحد منهم نموذجاً للهداية القرآنية يحملها إلى هذه الإنسانية بأسرها. ولذلك تساوق الناس إلى اتباع الحق والدخول في هذا الدين، لأنهم وجدوا النموذج الأمثل في هذه الحياة من شتى النواحي، من الناحية العقدية والفكرية، ومن الناحية الأخلاقية والسلوكية، إذ كانوا أولئك مثالاً لقيم هذا الدين التي كانوا ينشرونها في أرجاء الأرض ويهدون بها هذه البشرية التي كانت ضالة تعيسة لا تعرف كيف جاءت إلى هذه الحياة ولا إلى أين تنتهي وماذا عليها أن تعمل فيما بين المبدأ والمصير. هؤلاء كانوا مثالاً في هداية الناس. ولا ريب أن الناس في كل عصر من العصور إنما يعتمدون على هذه النوعية من الشباب. عندما يكون هنالك شباب يعد امتداداً، لذلك الشباب النقي الطاهر الذي كان في عهد الرسالة شباب المهاجرين والأنصار. ونحن نرى أحد القادة الذين خرجوا من هذه الأرض الطيبة، من أرض عمان، ووصل في قيامه بالدعوة والجهاد في سبيل الله إلى أرض اليمن ثم إلى أرض الحرمين الشريفين، عندما وصف أصحابه وصفهم بأنهم شباب، إلا أنه وصفهم بالمثل العليا. فأبو حمزة الشاري رحمه الله تعالى عندما دافع عن أصحابه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، قال: يا أهل المدينة، تعيرونني بأصحابي، تزعمون أنهم شباب، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ نعم، شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الحرام أعينهم، بطيئة عن الشر أقدامهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر، موصول كلالهم بكلالهم، وقيام ليلهم بصيام نهارهم، قد أكلت الأرض جباههم وأيديهم وأرجلهم من السجود، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه، مستقلون ذلك في سبيل الله، مستنجزون لوعد الله، حتى إذا رأوا سهام العدو قد فوقت
ورماحه قد أشرعت، وسيوفه قد انتضيت، وأرعدت الكتيبة وأبرقت، استهانوا وأيد الكتيبة لوعد الله، فلقوا شبل الأسنة وحد السيوف، فلقوا شبل الأسنة وشائك السهام، وحد السيوف بوجوههم وصدورهم ونحورهم. ومضى الشاب هنالك قدما حتى اختلف الرجلاه على عنق فرسه، فخر صريعا في الثرى، ورملت محاسن وجهه بالدماء، وأسرعت إليه سباع الأرض، وانحط إليه طير السماء. فكم من عين في منقار طائر، طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله، وكم من يد أبينت عن ساعدها، طالما اعتمد عليها صاحبها في سجوده لله، وكم من خد عتيق قد فلق بعمود الحديد، فرحم الله تلك الأبدان وأدخل أرواحهم الجنان. ولا ريب أن المصلحين في كل عصر إنما يبحثون عن هذا النوع من الشباب من أجل أن يلتفوا حولهم ويعينوهم على الإصلاح ويدفعوا بعجلته إلى الأمام. فنجد أيضاً أحد المصلحين والعلماء الربانيين في هذا القطر في القرن الثالث عشر الهجري كان ينشد هذا الشباب، إذ كان يشكو مما حوله من الظلم والجور، فيتطلع إلى صبح يشرق من وجوه شبيبة مؤمنة تبدد ظلمات هذا الليل البهيم الساجي الذي شمل الناس جميعا. فنجد العالم الكبير والإمام الرباني سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله يشكو من الليل البهيم، فيقول: فيا لك ليلا قد دجا فتكدرت نجوم الضحى، فالصبح أسود أسفع. ثم يتطلع إلى تمزيق هذا الليل بمحيا شبيبة صالحة فيقول: ألا تنجلي يا ليل عن صبح فتية كرام بهم قد رد للعدل يشع. ثم يقول في وصفهم: كأن مثاني ذكرهم في تهجد مزامير داود بها قد تسجع، كأن بهم من نشوة أذن عاشق تتوق لما يشدو حبيب ممنع، كأن الثكالى منهم في نياحة وأوصالهم من خيفة تتخلع، كأن حطام الأرض من لحم ميتة فهم عنه في عليائهم قد ترفعوا، كأن من الشهد المصفى لقاءهم لربهم يوما ألحوا وأسرعوا، كأن المنايا بنية لقلوبهم فما كاد يثني القوم بالحتف مصرع، يخوضون دأماء المنايا بواسما كأنهم في جنة الخلد رتعوا، قد اطرحوا لبس الدروع لأنهم لهم من زكيات المناصب أدرعوا. نعم، هذه الشبيبة هي التي تبنى عليها الأمم، والتي تبنى عليها الآمال، فهي طليعة الخير في كل أمة من الأمم. وعلى كل أحد أن يدرك أنه يسأل يوم القيامة عن عمره، ويسأل سؤالاً خاصاً عن شبابه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. يسأل الإنسان، كل إنسان كان يوم القيامة، عن هذا كله. يسأل عن العمر كله، لأن العمر وأعظم نعمة أنعمها الله على الإنسان، فهو الوعاء الذي تصب فيه النعم جميعا، كل نعمة يحتويها العمر. فنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان إنما هي في هذا المحيط. فلذلك كان على الإنسان أن يستغل فرصة عمره، ولا ريب أن العمر
يتصرم باستمرار، فالأمر لا يستطيع الإنسان أن يمسكه وإنما يسير به، فقوافل البشر تسير إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، والأنفاس التي يتنفسونها إنما هي خطواتهم إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فكل نفس يتنفسه الإنسان لا يمكن أن يعود إليه، وإنما هو على حساب العمر، وكل لحظة تمضي من عمر الإنسان لا يمكن أن يتداركها الإنسان، بل هي ذاهبة. فلذلك كان على الإنسان أن يستعد في هذا العمر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. ومن جملة هذه الخمس قال: حياتك قبل موتك، وذكر الشباب بصفة خاصة قال: وشبابك قبل هرمك. ولما كان العمر بهذه الحالة فإن على الإنسان أن يستغله في الخير وألا يضيعه من غير مبالاة به، إذ من خسر عمره خسر كل شيء. وفرصة الشباب من العمر هي متميزة، فالشباب هو بمثابة التاج الذي يزين هذا العمر، ولذلك يسأل عنه العبد سؤالاً خاصاً يوم القيامة. فعلى الشباب أن يدركوا ذلك، ولا ريب أن هذه المرحلة أيضاً تتصرم باستمرار، وطالما بكاها الباكون بعدما انتهت. ولا يدرك الإنسان قيمة الشباب إلا عندما يولي شبابه، فنجد الشعراء كثيراً ما ينوحون شبابهم في شعرهم: فاتهامي يقول شيئان ينقشعان أول وهلة، ظل الشباب وخلة الأشرار، لا حبذ الشيب الوفي وحبذا غصن الشباب الخائن الغدار، وطري من الدنيا الشباب وروقه، فإذا مضت فقد انقضت أوطاري، قصرت مسافته وما حسناته عندي ولا آلاؤه بقصاري. فلذلك كان على الشباب أن يدركوا قيمة شبابهم بجانب إدراك قيمتهم لعمرهم، وأن يستغلوا هذه الفرص ما دامت باقية في الخير. فسواعد الشباب هي التي تبني، فعليهم أن يقوي سواعدهم بالصلة بالله سبحانه وتعالى، وبرسوخ الإيمان في نفوسهم، وبالتوكل على الله، وإخلاص الأمل لله سبحانه وتعالى، ويسخر هذه السواعد في بناء الدين والدنيا معا. فالدين هو الغاية لأنه يؤدي إلى رضوان الله، والدنيا وسيلة لعمارة الدين، فلذلك تعمر الدنيا من أجل تسخيرها لمصلحة الدين، إذ الدنيا نفسها أحقر من أن تكون غاية ولكنها وسيلة. فلذلك يجب ألا تهمل، وأن يكون الاعتناء بها لأجل تسخيرها لمصلحة الدين. فمن هنا كانت ضرورة أن يعتني الشباب بالقيم الدينية وبالقيم الاجتماعية، ونحن لا نستطيع أن نفرق بين الدين والاجتماع، لأن القيم الاجتماعية بأسرها يجب أن تكون مستمدة من قيم هذا الدين، إذ الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، كما قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فعلى الشباب المسلم أن يسارع إلى هذه القيم، وأن يستمسك بها تمام التمسك، وأن يعض بالنواجذ على كل خير، وأن يصرف وجهه عن كل شر، إذ لا يدري متى يتصرم عمره، فضلاً عن كونه يدري متى يتصرم شبابه، فلربما لم يمهل حتى يتصرم شبابه، وإنما يتصرم عمره قبل ذلك،
فالمنايا تغشى الشباب كما تغشى الشيب، والناس في سباق في هذه الحياة كما يقول الشاعر التهامي أيضا وفي رثائه لابنه: ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها وأبوك في المضمار. الابن وصل إلى الغاية قبل أن يصل إليها الأب، وهكذا شأن الله سبحانه وتعالى في خلقه. فعلى الشباب أن يستغل هذه المرحلة في الخير، ويستغلها في بناء مستقبله ومستقبل الأمة بأسرها، لأن الأمة يجب عليها أن تتعاضد بكل فئاتها وشرائحها حتى تبني مستقبلها. وكم زلزلت هذه الأمة زلزالا بما أتاها من النكبات نتيجة التآمر عليها من قبل أعدائها الذين يتربصون بها الدوائر، تربصوا بها الدوائر ولا يزالون يتربصون في كل حين. فلذلك كان على الشباب أن يكون على يقظة من أمره، وألا يكون ينهمك في الفساد ويسارع إلى الشهوات. فالفرصة ليست هي لالتهام ملذات الحياة والمسارعة إلى شهواتها، وإنما الفرصة في الاستعداد للقاء الله والعمل الصالح الذي يقرب إلى الله وبناء الخير للأمة وللدين، حتى تكون هذه الأمة كلها أمة دين كما أرادها الله سبحانه وتعالى. ومن أجل أن تطلع الأمة كلها بأمانة الله، ولا ريب أن تضحية شباب الإسلام قنطرة لعبور الخير إلى الإنسانية بأسرها، فإن الإنسانية الآن في العالم بأسره بحاجة إلى من يأخذ بيدها ويخرجها من هذه المزالق والمآزق التي وقعت فيها، ويبعد بها عن حافة الانتحار التي هي واقفة في حافتها. عليها على هؤلاء الشباب أن يكونوا هم الرادة في هذا الخير، وأن يكونوا هم المسارعين إلى ذلك، بحيث يكونون دعاة إلى الحق، أمارين بالمعروف، نهائين عن المنكر. فأنتم ترون في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يحكم على الجنس البشري كله بالخسران، إلا فئة من البشر تجمع بين أربع خصال. فالله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل الجنس البشري خاسر إلا من جمع بين هذه الخصال الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح. ولا يكفي أن يعمل الإنسان بنفسه صالحاً، بل عليه أن يصلح الآخرين كما حاول أن يصلح نفسه، لأن الإنسان ليس هو مسؤولاً عن نفسه فحسب، بل هو مسؤول عن غيره. وهذه الأمة أمة دعوة، يجب أن تكون بجميع أطيافها وجميع فئاتها حاملة مشاعر الدعوة بين الإنسانية. فالله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الأمة مطالبة بأن يكون كل فرد من أفرادها كذلك. فمن هنا ليست للتبعيض، وإنما هي للبيان، أي كونوا أمة هذا شأنها، لتكن أمة تتكون من جميع أفرادكم. هذه الأمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا ريب أن هذه ميزة تتمتع بها هذه الأمة عندما تستمسك بهذا الحبل المتين وتسير على هذا النهج القويم. فالله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وذلك بطبيعة الحال هو معقد الارتباط بين جميع المؤمنين والمؤمنات، فإن الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فأمة الإسلام جميعا مطالبة بأن تكون أمة دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى يكون الترابط فيما بينهم جميعا. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما استثنى من حكم الخسران الذي حكم به على الجنس البشري جميعا، استثنى الذين جمعوا بين هذه الخصال الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإذا على الشباب أن يحاول بأن يرسخ قيم الإيمان في نفسه، وأن يكون موصولا بربه سبحانه وتعالى. ولا ريب أن الإيمان إنما ينبني على أركان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله. لا بد من أن يستجمع الإنسان هذه الأركان بأسرها، وكل ركن منها ذو أثر بالغ في حياة الإنسان النفسية والاجتماعية والنوعية. ولكن مع ذلك فإن الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر هو من أهم جميع هذه الأركان الإيمانية. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما يعزز أمراً أو نهياً بالتأكيد يذكر ذلك مقروناً بالإيمان بالله واليوم الآخر، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ويقول: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا الإيمان بالله واليوم الآخر لا بد من أن يكون في نفس كل أحد راسخين في جميع الأوقات، حتى لا بد من أن يكون الإيمان بالله واليوم الآخر في بالنسبة إلى كل أحد في كل الأوقات راسخا في نفسه، لأن هذين الركنين من استجمعهما كان كمن جمع الإيمان من جميع جوانبه واحتواه من قطريه وأمسك بحبله من طرفيه. فإن الإيمان بالله إنما هو إيمان بالمبدأ، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الوجود، كل ذرة في الكون إنما خلقها الله سبحانه وتعالى. والإنسان هو من مخلوقات الله، خلقه ليفضله على غيره وليكرمه بما آتاه من خير، وسخر له جميع ما في الكون. فإذا على هذا الإنسان أن يشكر هذه النعمة على أن الله تعالى يرعى كل عبد في أحواله، ولو تخلى الله عن أي أحد في أقل من ذرة لهوى إلى غير قرار، بل لو تخلى عن هذا الكون بأسره في أقل من لحظة لهوى إلى غير قرار. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لذلك كان الإيمان بالله مدعاة لطاعته واتباع أمره والازدجار عن نهيه والوقوف عند حده. ولكن هذا الإيمان قد يتأثر بمؤثرات شتى من هوى النفوس ورغباتها، فلذلك قد ينسى الإنسان ما لله تعالى عليه من حق، إلا أنه عندما يكون معتضداً بالإيمان باليوم الآخر فلا ريب أنه يقوى أثره، لأن الإيمان باليوم الآخر إنما هو الإيمان بالمعاد الذي ينقلب إليه الإنسان ويجزى بما قدم في هذه الدنيا خيراً أو شراً، إذ الناس مجزيون بأعمالهم سواء
عملوا خيرا أو عملوا شرا، كما قال الله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويقول سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا الإيمان لا ريب أنه يجعل الإنسان يستعلي على رغبات نفسه، ويستطيع أن يهيمن على نزوات نفسه، ويستطيع أن يقابل تيار الهوى الذي يعصف به يمين ذات اليمين وذات الشمال، حتى يسير في الدرب الصحيح الذي يؤدي إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وينتهي به إلى جنة عالية، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا على الجميع أن يرسخ هذا الإيمان، وأن يرسخ أيضا جميع قيم الإيمان في نفسه، حتى يشعر أنه ما بين عباد الله هو فرد من أفرادهم، ينتظم في سلكهم، يحرص على خيرهم ويحرص على مصلحتهم، لا سيما إخوانه المؤمنين. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار. فإذا المؤمنون جميعا مطالبون أن يترابطوا بهذا الرباط، وعلى الشباب أن يدرك بأن هذه الرابطة ما بينهم جميعا سواء الذكور والإناث، هذه الرابطة تتم بما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة عندما قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فلا بد من الجمع بين ذلك كله، لا بد من الجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله تعالى ورسوله في كل شيء، لينتظم أمرهم وليجتمع شملهم ولتتوحد مشاعرهم، وليكونوا كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فما أحوج الشباب إلى أن يعتمد على هذا كله، وقبل كل شيء عليه أن يهتم بتربية نفسه علميا وثقافيا وأخلاقيا، ليكون شبابا نموذجيا فيما بين شباب العالم، ليكون شبابا نموذجيا في التمسك بالأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الأخلاق هي المثل الأعلى في حياة الإنسان. ونحن نجد قبل كل شيء في القرآن الكريم، نجد أن الله عندما أثنى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يصفه بأنه على علم عظيم، وإنما وصفه بأنه على خلق عظيم، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا دليل فضل الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين قيمة الأخلاق عندما يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة
الثرثارون المتفيهقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حسن الخلق هو الذي استجمع كل خير، لم يغادر خيراً إلا أتى عليه وجمعه. فعندما سألته السيدة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن المرأة يكون لها أزواج متعددون في هذه الدنيا ثم يجتمعون جميعاً يوم القيامة، لمن تكون من هؤلاء؟ فقال: تخير فتختار أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. ثم قال: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. يعني أن حسن الخلق جمع خير الدنيا والآخرة، لم يترك لغيره خيرا في الدنيا ولا في الآخرة، جمع كل خير من خير الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتخلق بالأخلاق الفاضلة، فهو عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فعلى الشباب أن ينشأ على هذه الأخلاق، على توقير الكبير والرحمة بالصغير وحب الخير للجميع، فإن مشاعر المؤمنين مشاعر متوحدة. والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الأخلاق التي عليها المسلم المؤمن، وهي التي تجعل الإنسان يتذوق حلاوة الإيمان ويعرف قيمة هذا الإيمان. فإذا الشباب إنما هو مطلوب بأن يتكيف وفق مقتضيات هذه الأخلاق، وأن يستنير بنور العلم. العلم هو الدليل الذي يهدي الإنسان إلى الخير. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعلم وفضله على الملأ الأعلى بالعلم. فالله تعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم، فضل الله سبحانه وتعالى الجنس البشري على الملأ الأعلى بما آتاهم من العلم. فالعلم إذن شرف للإنسان، وجميع رسالات الله إنما هي رسالات علم. وهذه الرسالة التي جاء بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام كانت قائمة على العلم من أول الأمر. فالله عز وجل أول ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ. ومن خلال هذا الخطاب كان الخطاب لجميع العباد، لجميع الناس، لهذه الأمة أن تكون أمة علم، أمة قراءة، تطلب العلم بوسائله ومن مضانه وتسلك إليه طرقه. ولذلك ذكر الله تعالى في فاتحة هذه السورة أهم وسيلة لنشر العلم وتخليده، وهي القلم. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولا ريب أن هذا العلم لا بد من أن يقرن بتزكية، فإن لم تكن معه تزكية كان وبالا على صاحبه. ولذلك نجد أن الله تعالى عندما امتن على المؤمنين ببعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لم يمتن عليهم أنه بعثه فيهم معلما فحسب، بل امتن عليهم أنه بعثه فيهم معلما ومزكيا، بل ابتدأ بالتزكية في آيات ثلاث،
الله سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وامتن على العرب الأميين الذين كانوا أكثر الناس ضلالة وأبعدهم عن العلم وأبعدهم عن الهداية الربانية، امتن عليهم ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وفيهم ليزكيهم وليعلمهم، إذ قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا التزكية لا بد منها. وأنتم ترون كيف ضرب الله سبحانه وتعالى المثل في بني إسرائيل، إذ قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإذا كان هذا المثل من حيث لفظه في بني إسرائيل، فإنه من حيث فحواه يصدق على هذه الأمة عندما تكون غير متحملة لأمانة القرآن، فهي كبني إسرائيل من هذه الناحية. لذلك على هذه الأمة أن تصوغ حياتها صياغة قرآنية من حيث الفكر ومن حيث الأخلاق ومن حيث القيم. جميعاً على هذه الأمة أن تصوغ في نفسها صياغة قرآنية لتكون أمة قرآنية ولتكون جديرة بحمل هذه الأمانة إلى الناس وهداية هذه القطعان البشرية الضالة إلى سبيل الحق. على الجميع أن يتعاونوا على ذلك، وعلى الشباب أن يتربى على هذا، أن يتربى على هذا القرآن. فإن الله تعالى وصف القرآن بقوله: هدى للمتقين، وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال فيه: هدى ورحمة للمحسنين، وقال فيه: هدى وبشرى للمؤمنين، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال: ونزلنا عليك الذكر تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال: وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وساء لهم يوم القيامة حملا، وقال سبحانه وتعالى في بيان من يتخبط في طريقه ولا يستنير ببصيرة القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا هذه الأمة مطالبة بألا تنسى آيات الله بالإعراض عنها وعدم العمل بها وعدم تطبيقها في سلوكها وفي حياتها وفي أعمالها. عليها أن تستبصر ببصيرة القرآن وأن تسير على هدى القرآن. وفي هذا يقول أحد نبغاء عمان، أحد الشعراء العمانيين: وخذ بكتاب الله، والعلامة أبو مسلم يقول: وخذ بكتاب الله حسبك إنه دليل مبين للتفريق خفير، فمن خاب من كان القرآن دليله، وما ضل من سير القرآن يسير، تمسك به في حالة السخط والرضا، وطهر به الآفات فهو طهور، وحارب به الشيطان والنفس تنتصر، فكافيك منه عاصم ونصير. ويأمر بأن يأخذ الإنسان بدليل العلم وأن يستفيد من علمه بحسن عمله بتقواه لله، فيقول: وخذ بدليل العلم يهدك إنه
طريق يحار العقل فيه وعير، وفعلك حد المستطاع من التقى، على غير علم ضيعة وغرور. فما زكت الأعمال إلا لمبصر، على نور علم في الطريق يسير. أتدخر الأعمال جهلا بوجهها، وأنت إلى علم هناك فقير. فيا طالب الله ائته من طريقه، وإلا فبالحرمان أنت جدير. فلست إذا لم تهتد الدرب واصلا، قبيلك في جهل السلوك دبير. وما العلم إلا ما أردت به التقى، وإلا فخطء ما حملت كبير. فكم حامل علما وفي الجهل لو درى، سلامته مما إليه يصير. وما أنت بالعلم الغزير بمفلح، وما لك جد في التقاة غزير. وحسبك علما نافعا فرد حكمة، بها السر حي والجوارح نور. تعلم لوجه الله واعمل لوجهه، وثق منه بالموعود فهو جدير. تعرض لتوفيق الإله بحبه، ودع ما سواه فالجميع قشور. هو الشأن بالتوفيق تزكو ثماره، ومتجره والله ليس يبور. كأي رأينا عالما ضل سعيه، وظل به جم هناك غفير. معارفه بحر ويصرف وجهه، إلى الباطل الخذلان هو بصير. وأفلح بالتوفيق قوم نصيبهم، من العلم في رأي العيون خبير. وتلك حظوظ للإرادة قسمها، وحكمة من يختارنا ويخير. فإذا على الشباب أن يتزود بزاد العلم، وأن يعمل معه صالحا، بحيث يتكيف وفق مقتضيات العلم، وأن لا يكون بعيدا عن العلم. ولا ريب أن العلوم كلها ذات أثر إيجابي في حياة الناس، ولكن لا بد من أن يتزود كل واحد من زاد العلم الأخروي، من زاد علم الفقه في الدين وعلم العقيدة الصحيحة، حتى يستبصر بهذه الحياة ويسير على بينة في طريقها، ليصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يفهمنا ما لم نفهم، وأن يهدينا إلى الطريق الأقوم. اللهم إنا نسألك بأن تهب كل منا علما نافعا، بأن تهب كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا خالصا ثابتا، ويقينا صادقا راسخا. ونسألك ربنا أن تهبنا إنابة المخلصين، وخشوع المخبتين، ويقين الصديقين، وسعادة المتقين، ودرجة الفائزين. يا أفضل من قصد، وأكرم من سئل، وأحلم من أصي، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم طهر سرائرنا، وأحي ضمائرنا، وصلنا بك في ليلنا ونهارنا، وفي ذكرنا وغفلتنا، وفي جميع أحوالنا. واجعلنا موصولين بحبك المتين، ومتبعين لنورك المبين، وسالكين طريقك المستقيم. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.